إخوان السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي على هذا الغياب الطويل لأن كان عندنا مشاكل إدارية مع شبكون، لأنهم قال لك ممنوع تقوم بالخطاب ديالك لأنك تخلق تجمع، وما بغانا نتفارقوا، احنا ما نتفارقوش، فلهذا ما سمحش لنا الظروف باش نديروا الخطاب ديالنا الاسبوعي ديال الجمعه. ولا الحمد لله راه كما يقولون باللغه العربيه ضربناها في الله، ودابا غادي نديروا لكم الخطاب، واللي بغى تجي اللي بغى تقع عندي، راه عينا المعشور حنايا في الكياس ما ليناش. اول حاجه خصنا نوجه الانذار للجماهير اسمهم المنافقين، المسلمين المنافقين، باش يعرفوا بان هذا الخطاب لا علاقه له مع وزاره الدين ومع هذاك اسمه هذاك الوزير هذاك القصير، ما حتى شي علاقه معه ولا مع الحكومه المغربيه، ما عندنا معهم علاقه. هذا الخطاب يتوجه للاعضاء ديالنا في انحاء العالم، فهمتي، المعهد العالي الملكي للسكيرية، فهمتي، والله يحفظنا والله يشفق علينا، ما ليناش. وكما العادة احنا قلنا لكم احنا لا علاقة مع هذا، وأي مسلم منافق يعلق راسه هو الأول، فهمتي، ينتحر، فهمتي، لأن احنا لا نتقبل أي نصيحة من عند هاد المنافقين، لأنهم ماشي منافق. كما العادة غادي نمجدو واحد الدعاء ندعو على محمد السادس السلطان محمد، ندعو عليه بالصحة والعافية والشفاء العاجل باش يرجع إلى صمم أمانه، باش يرجع إلى باش يصوب البلاد، فهمتي، لأن هذا فهمتي، لأن راه بعد العروبية والشلوح راه دايرين الفوضى في البلاد، ورجعنا ضحكة للعالم. فلهذا نتمنى الله يشافي السلطان محمد السادس، وكذلك طول العمر للولي العهد حسن طريس، ماشي 13 غير 3 غير ما تعيقش حسن طريس، من دابا نتمنوا ليه اسمه طول العمر باش يولي ولي مكلف بالاوامر، لان باه داعيه مسكين داعيه، كل احنا ديال العيا، ولكن خصو فلهذا العضويه مفتوحه ليه، ما عليناش. وحكا طول هذا النجاح في الامتحان ديالها والتفوق، الاميره خديجه هي اميره الدار البيضاء، اميره ديال ناحيه في شمال افريقيا، ناحيه اول حاجه في تاريخها، امرأة تحكم على مدينة، الأميرة خديجة، احنا ديك الساعة إن شاء الله باش هي نوجدو لها الحائط، غندور على الدار البيضاء غنوجدوه لها باش هي تعمل الافتتاح، وعلاش شرط لها الوقت، تدشن دوك الفوريانات غنديرو ما عليناش. فلهذا دابا كملنا مع الخطاب للأسرة الحاكمة، دابا غادي ندورو حنايا، دابا غندورو باش نوجهو واحد النظرة باش الله، دابا الملك خصو يشوف ولا ولدو ولا يقولها ليه، ولا داك خوه الرشيد، هاداك الرشيد يقول ليه فيق من الناس، ماليناش، يقول لي راه يقول لي بغينا حنا هذاك اسمو هذاك العروبي، هذاك العروبي اللي جا معطل في الحفلة، هذاك العروبي وداك الشلح اللي جبنا كادير عروبي وشلح. دايرين الفوضى، تيخالفوا القانون، القانون، وهذه جريمة، ولكن باش تعرف الحكومة فاسدة، ما قدروش ياخذوا قرار ويجروا عليهم، لا، مخليهم تما، علاش؟ ما هو الخوف؟ الخوف من الله، ولا بغيت تنوض الفوضى، ها؟ واحد عامل جريمة 25 عام ترتكب الجريمة، ومنين فاقوا به، بدا يجيب لنا شهادات مزورة، فهمتي؟ وهذا الشح كذلك، هذا الشح وزير الشغل ومسؤول على الضمان، وتصور يا اخي المواطن، يا اخي المسلم، الضمان الاجتماعي ديالك مكلف به واحد الفاسد، واحد الشلح فاسد، قال لي ما تقولش له انا براسي انا شلح، يا قلت لي انا شلح غادي نتقبلها، انت
بحال ما قلتي داك الشيخ الامام ولا داك الشيخ اللي تيخطب ما فاهم، حنا عطينا سميتو داك الشيخ الشفار الشفاء المخلوط ولا داك العروبي المجرم الطماع جد. فلهذا نطلبوا من سيدنا باش يجري عليهم يجري عليهم ونتهناهم من دير هادو حكار هادو حكار. واش المملكه المغربيه عندها ما شحال من العام ويشد المغرب شدها صحه، ودابا يجي هذا عروبي وينوض يفوت وجه الضحكه ولا هذا الشلح وما دارش فيه باش الشلح غير شي واحد بلاشي فهمتي. دوك اللي جاو استعمروا اكادير اخيرا عروبي شلح ديال اكادير، حنا بحال عندنا عروبيه في الدار البيضاء وعندهم تما العروبيه ديال اكادير، اكادير ساكن شلح كلهم هربوا لفرنسا ولوش استعمروا هاد العروبيه اللي جاو من الجنوب ومن الشمال وهاد العداله والتنميه اللي تكرسوا لهم على المدينه ديالهم المدينه الميامي. الميامي كان في ذلك الوقت الميامي قبل ما تكون الميامي ديال امريكا كنا حنا نديروها هنا في المغرب. ساعه ما كملش الله ما كملش الله جا الزلزال ومشى كل شيء. فلهذا كنطلبوا من سيدنا باش ينوض ويجري عليهم يعني راه لا من الاسلام راه عنده الحق باش يجري عليهم. وشنو هو اللي حنا دابا ما غادي نسكتوش ما غادي نسكتوش، غادي نبقاو ديما نخاطبوا للناس اللي تيتفرجوا فينا بان دابا السلطان اسمع the ball is in his court. دابا خصو ينوض ويقرر شي حاجه اللي ما قرش المملكه الشريفه الشريفه ولا الاخرى المملكه دابا ولات ضحكه في العالم وشعبها رئيس الحقوق وزاره الحقوق. وهاد وزاره الحقوق علاش ما هي مصلحتها ما نحتاجوهاش، عندنا مجلس الحقوق عندنا ديك المراه هي مقابله الحقوق عندنا داك بوصوفه هذيك بوصوفه ديال الحقوق وشحال من الحقوق والحقوق ما عندناش. وتقول شي جمعيه مغربيه ناضت تتكلم ولا تعمل تيست كيس نض عليه فين هما هاد الجمعيات هاد الجمعيه ولا خفتو من المنحه يحبسوها لكم. فلهذا تنطلب من دوك الجمعيات اذا كان فيكم اذا كان عندكم كيما يقولوها باللغه ديال هابلا اسبانيا الكوخونيس اذا عندكم داكشي فلهذا نوضو دعيوه واخا هو زيان ما كاينش حسنه لان ما فيها لا حسنه لا والو شيء وقع خارج على البرلمان خارج على البرلمان لا علاقه لهم على البرلمان. ندعيه وصافي ندعيه وشوفوا شادي يقول للجوج الا كان للجوج بالتليفون غادي يعرفوا بان القضاء فاسد صافي. هادشي نوض جمعيات هذيك الجمعيات الشفاره هذوك الكلاب هذوك الجمعيات فينكم دابا نوضوا حاكموا ديك الجمعيه ديال الشلوح اللي كاين تما نوضوا حاكموا داك امرقاز ولا داك القرد حاربوا وهذا في الدار بلاد هذا العروبي فين هما الجمعيه نوضوا حاكموهم ها ولا عندكم نقدوا عندك داك عزي اللي كيف مكناس هذاك العابد المصحح البخاري هذاك تا هو حاكمو هذاك بوانو هذاك تا هو خصو يتحاكم لنا الشفار فهمتي هذوك كلهم خصو يتحاكمو. فإذا حنا مشينا دابا حنا عندنا هذا الخطاب ديالنا ماشي بحال الخطاب اللي يقول الأئمة اللي مكتوب ليهم في الرباط لا حنا الخطاب ديالنا ما يتعلق بالمجتمع المغربي وبالسكن الساكنة المحلية بحال كنتي في خريبي غاتكلم على الفوسفات ولا شاد الوقت تكلم على لو سي بي ما عليناش ديك فقط الكره ماشي الشركه اللي كتباع في فرنسا ما عليناش مزيان فهمتي. قال لك واحد بلنكري عامل فوسفات وما شفنا فيه لا فوسفات لا والو اللي بان لنا مع سكريا ولي زابلي هادشي اللي بان لك بلنكري داك الشانطي اللي ديك المراكش ايوا قال لك مدينه الفوسفات ايوا بلنكري مدينه الفوسفات اليوسفيه مدينه الفوسفات خريبكا مدينه الفوسفات الصحراء مدينه الفوسفات وحنا ما شفنا لا فوسفات لا والو. انا عمري ما شفت الفوسفات في حياتي حتى شفتو هنا واحد اكزيبيشن من يمشي عند واحد الناب داك النبي تعلق هذاك راه من عندهم لقاو ملي كان تيحفر الفصال لقاو داك النب ديال داكشي ديال الحوت ما عليناش. فلهذا نتكلموا دابا حنا امير المؤمنين وحامل الملة والدين باش يداخل لاننا حنايا تنطلبوا بالعداله العداله النزيهه ما بقاتش ما كاين داك وزير العدل شفار معروف هذاك هذا هو الحقوق تا هو خرج من قبل هذا والحقوق كان شكان في يامات البصري كان تيراقب الطلبه في الجامعه اسلاميين بني عمو والبصري عطاه جوج كريمات ديال الطاكسي. هذا العروبي هذا الرميد هذا برقاق كان تيبرقق البصري في الجامعه تيعاود ليه اش وقع اش هذوك الاسلاميست دي كانوا اكتيف في الجامعه بحال هذاك وهذاك اسمه هذا اسمه هذاك العروبي اللي كان البراح شتي هاد كلهم عليهم علاقه مع الداخليه مينيستر دانفورماسيون تبع الداخليه هكا عطاها ليه تطيرهم لا
هذا تو بعد ما عطاوه العداله والحقوق تبع المينستر دانتيريا، هادو كانوا تيخدموا مع الوزاره الداخليه من بكري. ديك حنا مسلمين ما مسلمين هما مسلمين هما بياع الشكامه تاع الداخليه، اما لهم هما في الداخليه صافي اش يديروا المسلمين. ولكن هذا منافق، ما قالش لعباد الله بانني انا بياع ديال البصري وراه عاطيني جوج كريمات. ها علاش ما يديك جوج كريمات تصدقهم على المساكين ما لهم شادهم؟ هذاك سمعوا لي اخواني المغاربه، مدير احنا ماشي جينا باش نطبخ لكم ودنيكم بالحديد النبوي. الحديد النبوي راه كاين مكتوب تعرفوه، والقران تعرفوه. هادشي ما كاين، احنا ما كنا مسلمين بدون نفاق، تقرير القران وقال هذاك الشيء الحديد ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا اي امام جاي بيخربق علينا ما واكلش، ولا دوك عاش الملك وهذا ما تاكلش لان مشات. فلهذا هذا اخواني المسلمين، هذاك مصطفى الرامين اللي قال لك انايا كنت هذاك كان الشكام تاع البصري، وراه عنده جوج كريمات عطيهم ليه البصري، جوج كريمات ديال الطاكسي. دابا ما عنديش الوقت باش نتكلمك على كبادو الزكي، هو يو ار اوف كورس هو يو ار. هذيك غير اداب، احنا كنا نمشيو للسيمينار تريحوا وتيجي الاخر عنده معلومات علينا، ولكن باش لفائده اللي كاينين في الطابله تقول لي شكون نتايا، وتجوز على الاخر تهوى قول لي عطينا سميتك وشكون نتايا. وهذا دابا هذا بادو الزكي شنو يكون، واش هو بيلي باش العالم يعرفوا يمشي يشد في العروبيه خويا. ولكن اش بغا يقول لي زعما كي راني انا بادو الزكي ميدالية ديال افريقيا وهذا، مشي تقود ما عندك والو، شنو الشفار تا واخد كريمه، تا واخد كريمه ديال الكار مالك فهمتي. تكلم معاك هذاك لونسينيون قال لك اودي قول لنا شكون نتايا، ماك مكتوب عليك جبهتك انا بادو الزكي الكره الذهبيه ولا هذه هذه والو خويا والو، راه جينا يوم ما تعرفوكش هنا، انا كريم ما تعرفكش، تسمع فيك في التلفزيون التليفون ما عرفتيش. فلهذا ما تقلقش برد زاكي ولا ما زاكي، ملي تخرج لاوروبا حتى واحد ما تعرفك فهمتي. ها العام ما تقولش لي تعرف، ما كنت هو العربي بمبارك باش نعرفوك، العربي بمبارك باش تعرف ملي كان مع اتلتيكو مدريد ومع مارسي هي باش تعرف، هي مثل المستعمر ولا المعمر فهمتي. فلهذا انت والو كنتي مع ابني عمك هبش مشيتي لمايوركا وصافي، شكون يعرف مايوركا؟ مايوركا زي فرقه، يلاه خلينا من المسالة الله يرحمه باك، شكون ما عرفتيش انا شكون؟ سير بحالك ما عليناش. هذاك المدرب اش تيعرف كاع اللعابة ديال العالم ويقول لي في شكون هو زين الدين زيدان وما شفتش، يقدر ما يعرفوش علاش؟ واش هو مقابله غير السميات؟ الله يرحمه باك غير بارك من المسالة. قال لك كول إت داون وتون داون ملي من المسالة. فلهذا ما نطولش عليكم وغادي نبداو فلهذا نقول لهم نبداو بالآية القرآنية فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إوا ما كيحرمش القرآن ما عليناش. فلهذا إخواني المغاربة ما نطولش عليكم، الأخ الناس كتبوا لي هذيك المرة قال لك ما تطولش بزاف، فلهذا غادي نودعكم دابا وإلى اللقاء إن شاء الله. ديروا بحال الكحل في الكنيسات، بحال في الجوامع أحسن من بحال الموسيقى باش الناس تحير.
اخوان مع السلامه.